بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنشوف مبارياتنا اليوم الساعة 8 الصباح. نشوف عزوز يلعب البطولة العالمية ما له دخل. بنشوف محمد، كفو على محمد. واو قاعد يجلد ميني بيكا، والله صعبين صراحة، يعني ميني بيكا برابرة ساحرة مقرفة الساحرة. والله الظاهر عشان تفوز بهذه اللعبة لازم تلعب زي تشكيلة محمد تقريبا. هذا زي الخصم اللي جاني، ساحرة ومنطاد الهيكل مع الموتيكا والأميرة، نفسه. لكن اللي قابلته أيضا تجميد وخنزير فكان مقرف. نشوف بعد شوي. أيوة الكهربائي بيرت صح، مشكلة عشلة مرعب. ميني بيكا برابرة ما بيقرف ويلعب الساحرة بعد وتكمل. شوفوا كيف منطاد الهيكل، جاب البرج اليمين لا اليسار لحاله. كيف فاز محمد؟ أنا ما أعرف. أميرة هناك والفالكري، أيوة خصم حط كل دفاعاته بالجهة اليمين. الفالكري أميرة والساحرة واو. هناك كان فيه الحراس الملكيين مع العملاق الكهربائي، وبعدين جت البيكا بالجهة الثانية مع السياف. واو شوف مع بعض هذه المباراتين، تلعب بيكا ويجيلك بيكا سبام، لا يعطونه البيكا بالبداية. شوف كيف البيكا من الأول بالبداية وأنا آخر شيء، حتى شوفوا ورا السياف ورا اللي برا السياف ورا الصياد ورا، لا 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 كذا اللعبة خلاص جابت آخرتها معي. يعني صراحة شوف كيف ألعب سياف ألعب صياد ألعب سم، وإلى الآن ما جت البيكا. شيء مرة مقرف بهذه اللعبة اللي هو إنهم يرتبون لك تخسر. هذا الشيء سيء جدا، شيء سيء مرة. شايفين كيف؟ لا حول ولا قوة، معي 2 سبل الآن وش أسوي يعني؟ اليوم على شو أسوي؟ دافع بسبلات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الأفضل ترك هذه اللعبة مع المدى البعيد، ما تنفع خلاص وقفت يعني. خاصة حسابي الأول أحس إنه التعامل معاه صاير سيء وزفت، ما أعرف ليش. ممكن حسابي الثالث يعني نوعا ما في عدالة أكثر، هنا لا. ممكن عشان كنت أشتري الباس رويال بعدين بطلت، والله ما أعرف. يمكن شيء مرة مستفز وبس يعني. رغم ذلك كان عندي شوية أمل، كأني استعجلت شوي. لو تارك شوف الكلب من هنا ومن هنا يقهر. هي سبام زي كذا، البيك سبام. لكن أيضا بدأت المباراة الفرق كبير، أهم بطاقة تكون عنده بالأول وأنا بالأخير، شيء مرة مستفز. والله جدا جدا جدا
الآن من ورطة. هنا مشيت مع السحب الكهرباء يعطيك، طبعا كانت فكرة صح. شوف الدعسة ذي 118 وباقي له 198. جبت التعادل اليمين. الآن نتجه للدفاع. كنت انتظر بس يلعب فيك عشان العب فيك، بس قلت يلا خلاص. فيك عندي مضروبة من أبراج الملك و غرام السهام، فمرة مضطر يعني أسوي أحطها هناك. المباراة تقريبا يعني عايش على أمل كذا، بس ماذا أفهم؟ خلاص جاب 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 جاب. شوف 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 القاطعة في النص، مرة استفزاز. استفزاز ألف. كله من هذه اللعبة، كله من نظام اللعبة. هذا قائد القبيلة بعد تخلص من البيكا، يجيلك من البيكا مع تجميد مع ساحرة. أي كذا اللعبة يعني خلاص. مع الوقت الأفضل تعتزل صراحة، الأفضل تترك هذه اللعبة والمغص اللي يصير واللي صح هذه اللعبة. شوف 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 يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ساحرة، مبنى، والمباني من وين تسحب؟ من أي مكان، من أي مكان يسحبك. أقسم بالله استفزاز. الضربات من هجمة واحدة، استعمل التجميد، والآن أنا مو قادر أوصل أصلا. يعني قدامي الساحرة، قدامي ميني بيكا، قدامي مبنى المدفع. الأميرة اللي جالسة تضرب من هناك ولا بقادر أسوي لها شيء. شوف شوف والله شيكها، والله شيكها. مباني تنحط بأي مكان وتسحب، والله شيكها. خربت اللعبة، الموضوع هذا خرب اللعبة. حسبنا الله ونعم الوكيل. النظام اللعبة التعبان هذا بالوصف والقدر. حرام كان ممكن يعني العملاق يضرب، بس لعب الميني فيفا وتورطنا الآن. قهر والله. أنا كنت فاقد الأمل، كان ممكن أدافع أفضل ضد الميني بيكا الأخيرة ذي. ما أعرف، غثيان على الصبح لعدة أسباب، أولها هذه اللعبة.